اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شارع العلوم. من كام يوم نزلت لكم بوست قلت لكم ان النهارده المفروض هنحقق حلم كنا بنحلم بيه من زمان جدا. الموضوع اللي انتوا هتشوفوه كمان شويه ده يا جماعه يمكن يكون بسيط، بس خليني اسالك كام سؤال الاول. كم واحد فيكم كتب لي في الكومنتات قبل كده ان هو عنده مشكله ان هو يقدر يوزن معادله كيميائيه وبتواجهه صعوبه فيها ونفسه يلاقي طريقه يعرف يوزن المعادله بنفسه؟ طب ما نفسكش تعمل دايره كهربائيه بنفسك في البيت من غير ما تتعرض لمخاطر الكهرباء؟ الناس اللي بتدرس انكسار وانعكاس الضوء ونفسها تقيس زوايا الانكسار كسب نفسها، ده انا نفسي ساعات ما بعرفش اعمل ده في التجارب الحقيقيه. ايه رايك ان انا اخليك النهارده تعمل كل ده ومش بس كده، عليهم حاجات تانية كمان، وخليك تقيس البي اتش بتاع المركبات وخليك تبني ذره بنفسك وخليك تبني جزيء وحاجات تانية كتير، بس كل ده مش هنعمله تجارب. عشان كده انا لابس اللبس العادي بتاعي وقاعد في اوضتي مش قاعد في المعمل، عشان التجارب دي هنعملها مع بعض اونلاين. حقيقي فكرة يا جماعة ان احنا يكون عندنا تجارب موجودة على الويب سايت وتخش تنفذها بنفسك اكن معمل موجود عندك اونلاين، فكرة عندنا من زمان جدا. خلينا نخش في الموضوع على طول. لو دخلت عندنا على موقع شارع العلوم هتلاقي عندنا خانة جديدة احنا مسميينها خانة المعمل. لو جينا فتحناها وهنسيب لكم اللينك بتاعها في الكومنتات كمان، هتلاقي قصادك شوية تجارب. تعال الاول نوريك التجارب دي ايه وازاي بنشتغلها وايه الفكرة من وراها وازاي ان احنا عندنا معمل اونلاين. وقبل ما نعمل تجاربنا سوا، لو دخلت برضو على الويب سايت يا جماعة هتلاقوا حاجات كتير جدا من الميرش او الستور بتاعنا. هتلاقوا سويت شيرتات عليها حاجات تميزكم، اكيد 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 هيكون ليه علاقه بالعلوم، مش بس العلوم، هتلاقوا بقى حاجات ليها علاقه بالماث، هتلاقوا كيمستري، هتلاقوا فيزيكس كمان. مش هتلاقوا بس ديزاينات على سويت شيرتس او شيرتس بس، انتوا كمان هتلاقوا كفرات للموبايل، هتلاقوا ماوس بادز، هتلاقوا حاجات كتير انا متاكد انها تعجبكم. خدوا لفه في الويب سايت، لو عجبكم حاجه كل اللي عليك انك هتسجل بس عنوانك، بعد كده تستلم حاجه وتدفع براحتك. واول تجربه انا احب ابتدي بيها معاكم هي تجربه وزن المعادله الكيميائيه. اول ما بنفتح عندنا في التاب هنلاقي المعمل قصادنا موجود. هنا عندك على اليمين هتلاقي تجربه وزن المعادله الكيميائيه. انا عايز ابتدي بيها يا جماعه لان وزن المعادله الكيميائيه من اكتر المشاكل اللي لقيتها موجوده عندي في الكومنتات وفي الرسائل الصفحه، وناس كتير نفسها تلاقي طريقه. فاحنا عملنا الموضوع مش بكورس تعليمي ولا ازاي تعمل او توزن معادله كيميائيه، لا الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا هنخليكم تلعبوا لعبه تتعلموا منها وزن المعادله الكيميائيه. واول ما بتفتح عندك في وزن المعادله الكيميائيه بتلاقي قصادك خانتين، خانه اسمها الانترودكشن او المقدمة، وخانة تانية اللي هي الجيم. خلينا نبتدي بالمقدمة عشان نتنفهم فيهم اللعبة. قصادك معادلة كيميائية بسيطة جدا ما بين ال N2 النيتروجين وال H2 الهيدروجين. عندي في ناتج التفاعل ال NH3 اللي هو الأمونيا. طيب أنا عايز أوزن المعادلة، مبدئيا صفر دي حاجة ما ينفعش، ما ينفعش يبقى عندي صفر مدخلات التفاعل، فبحط عندي واحد N2 وواحد H2، ده البداية بتاعتنا العادية جدا. فهقوم جاي حاطط واحد NH3. هتيجي تبص عندك هتلاقي كورتين بيض وكورتين زرق، وفي الناحية التانية عندك تلات كور بيض وكرة زرقاء. يبقى كده في حاجه غلط، الموضوع مش موزون، انا محتاج كور زرقاء زياده، فاقوم جاي مزود، بقى عندي كورتين زرق وست كور لونهم ابيض. طب انا عايز اوزن الموضوع ده الناحيه الثانيه، الكور البيضاء اللي هي عندي بتعبر عن الهيدروجين والكور الزرقاء بتعبر عندي عن النيتروجين. طب انا عايز ازود من الكور البيضاء، اه انا عندي H2 فانا عايز اخليهم ست كور، ادي كده في 2 بقوا 4 في 3 بقى N2، اداني علامه الاسمار، يبقى انا فعلا كده قدرت ان انا اوزن المعادله بتاعتي بنجاح. هتلاقي عندك حاجات تانية زي ان انت ازاي تفصل المية او عملية حرق غاز الميثان، برضو ابتدي اعملها بنفسك كده. انا مش هقول لكم كل حاجة بتحصل ازاي لان انا عايزك انت اللي تلعب اللعبة كلها. اول ما خلاص خلصنا المقدمة وقدمنا ليك اللعبة، هتخش عندك اللعبة هتلاقي عندك تلات ليفلات، ليفل واحد، ليفل اتنين، ليفل 3. خلينا نشوف ليفل 1 بيقول ايه. ليفل 1 بيقول لي انا عندي B4 زائد F2 هيديني BF3. طبعا اتفقنا مفيش حاجه اسمها اصفار، احنا هنخليها هنا 1 1 1. نبص بقى في الموضوع، عندي البي مديهولي باللون البرتقالي والاف مديهولي باللون الاصفر، فمطلع لي في هنا في الناحيه الثانيه كوره واحده برتقالي وثلاث كور صفراء. تعال نبص بقى في مدخلات التفاعل، عندي كورتين واربعه، لا كده في حاجه غلط. يبقى انا محتاج هنا في ناتج التفاعل انا كده كده اقل مدخل تفاعل عندي اربع كور لونهم برتقالي، فانا في خارج التفاعل اقوم جاي عامل 1 2 3 4 عشان يبقى عندي اربع كور برتقالي، فده اثر عندي في عدد الكور الصفراء في نواتج التفاعل، بقى عندي 3 في 4 12 كوره، وعندي هنا في الاف 2 2 بس. طب انا عايز اخلي الاف 2 اللي هو اللون الاصفر عندي ده عايز اخليه 12، يبقى الاثنين اخليهم كام مره؟ 6، يبقى 1 2 3 4 5 6. تعالى بقى نشوف نتشيك اذا كان اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. تشيك، قال لك بالانسد، الله ينور، كده المعادله بتاعتك موزونه، وهيدخلك في سلسله من التفاعلات الثانيه علشان تعرف اذا كنت هتقدر تكمل الليفل بتاعك ده ولا لا. وكل ما الموضوع ما بيعدي اكتر كل ما بيصعب اكتر. تعالى نعمل واحده ثانيه معاكم تاني عشان نتاكد. اتفقنا نخلي كل واحد واحد
واحد. تمام. ال HCL عندي مديني او عايز يسبريت HCL يعمل له عمليه انحلال، عايزين نرجعه تاني لغاز الهيدروجين وغاز الكلورين. فنعمل ايه؟ عندي دخل لي كوره واحده خضره وكوره واحده بيضه، طلع لي كورتين بيض وكورتين خضر. فانا لا، الموضوع بسيط جدا، اقوم جاي اخلي مدخل التفاعل عندي في 2 ف2 HCL، طلع لي كورتين خضر وكورتين بيض، طلع الناحيه الثانيه كورتين خضر وكورتين بيض، تشيك. موضوع بسيط، ده ليفل واحد. مع تقدم بقى اللعبة هتلاقي الموضوع بقى اصعب واصعب. عايزكم انتوا كلكم لما تيجي تخش تجربوا اللعبة دي وتوزنوا المعدل تقولوا انتوا وصلتوا ليفل كام وجبتوا كام من كام، لان انت عندك بيبقى فيه سكور. كل ليفل بتعديه، انت عندك الليفل واحد بيبقى فيه 5 العاب بيديك درجتين على كل لعبة بتعديها. اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا جبتوا كام من كام في كل ليفل. بس بصراحة انا متأكد اول ما هتخلصوها هتكون عندكم فكرة كاملة عن وزن المعادلة الكيميائية. لعبة توتالي لعبة، مش اكتر ولا اقل. وتعالى نشوف ايه تجربة تانية معانا النهارده. التجارب بقى اللي ناس كتير او انا بصراحه كان عندي بالنسبه لها فضول، حاولت اجربها لما عملت لكم تجارب قبل كده عن انكسار الضوء. كان نفسي اقيس، هما كنت بسال هما ازاي كانوا بيقيسوا زوايا الانكسار وزوايا الانعكاس، وكنت بحاول اعمل ده، وكان الموضوع فعلا بيبقى صعب عليا لان الكوبايه بتبقى راوندد. وكان عندي مشكله الصراحه في ان انا استخدم المنقله بان انا اقيس الزوايا دي. الشباب عندنا برمجوا لعبه خطيره. تعالوا نشوفها مع بعض. هي بتتكلم عن انكسار الضوء. اللعبه بسيطه قوي. ده عندك ليزر اهو يا جماعه، بتقدر ان انت تحركه لمين وشمال زي ما انت شايف، وهقول لك ايه الشعاعين اللي طالعين عندك دول. الوسط ده عندك هواء، احنا مختارين هواء، انت ممكن تخليه ميه او ممكن تخليه جلاس ازاز او اي حاجه تانية. وعندك برضو الوسط اللي تحت تقدر تغيره ما بين الاوساط المختلفه. فانا عايز الوسط اللي تحت ميه، الحاجه البدائيه جدا اللي احنا عارفينها، والوسط اللي فوق اللي جاي منه الشعاع هو الهواء. بص بقى الموضوع، الموضوع مش في انك شايف شعاع جاي من الهواء ونازل عندك في الميه، لا، ولا ان انت تقدر تغير زاويه السقوط بتاعه الشعاع بتاع الضوء، مش كده خالص. بص بقى عندك على الشمال تحت كده، شايف دي منقاله تقدر ان انت تقيس الزوايا بتاعتك. هنا المنقله دي تقدر تقيس الزاويه. كان ممكن اعمل لك منقله عاديه واخليك الصفر بيبقى من هنا كده بدل ما يكون هنا 90، يعني اقلبها لك، لا انا خليت لك الصفر من فوق عشان زي ما احنا عارفين ان زاويه السقوط هي الزاويه اللي ما بين الشعاع الساقط والعمودي على السطح عشان الناس ما تتلخبطش. فانت تقدر تقيس الزاويه. فانا مثلا عايز اخلي الزاويه هنا الساقطه 30 اهي، يبقى كده القياس عندي 30. يبقى زاويه الانكسار عندي كام؟ هتلاقيها اقل من 30، حوالي 22.5. لو جيت اخدت الساين او الجاء بتاع الزاويه دي والساين بتاع الزاويه دي تقدر تجيب معامل الانكسار بكل سهوله. طبعا كل ما هتغير زاويه السقوط هتلاقي عندك زاويه الانكسار بتختلف تماما. يعني لو جيت خليتها هنا 60 هنلاقي ان هنا عندي طالع بحوالي 30، هنا كده حوالي 40 تقريبا، 40 بالظبط. الموضوع جميل قوي. طبعا في هنا شعاع اللي انت شايفه ده، ان احنا زي ما احنا عارفين ان مش كل الاشعه بتنكسر، بيبقى في جزء منها. طب انا لو جيت مثلا عشان تقدر تشوف الموضوع ده نشوف الانتنسيتي الكثافه بتاعه الشعاع، هنلاقي هنا كام؟ مطلع لي 100%. طبعا عشان حطيت الجهاز فخلاص مفيش اشعه طالعه، صح، حاجه واقعيه. لكن لو جيت شلته هتلاقي الشعاع بكام. تعال بقى نشوف الانتنسيتي بتاعتي هنا، هتلاقي 87 و66%. يعني 87% بس من الشعاع اللي عندي هو اللي انكسر وعدى في الوسط بتاع الميه. تيجي نقيس هنا اكيد هيطلع 12 و34% اللي هو الباقي. فده الانترو بتاعنا. بص بقى البريزم، كلكم عارفين المنشور، بتقدر ان انت تحط الشعاع بتاعك وبرده تقدر تشوف الريفليكشنز بتاعته وتقدر تقيسها، وكمان تقدر تغير الطول الموجي والالوان بتاعتك. مش بس كده، انت ممكن تغير الالوان اللي طالعه. خلينا بقى نشيل النور والريفليكشنز والحاجات دي عشان نشوف الموضوع ماشي ازاي. بص شايفين البريزم بيعمل ايه في الضوء؟ جاي الاشعه كلها اتجمعت بسبب زوايا السقوط. لو جيت خلينا هنا اللون بقى عشان تشوف بقى ايه الشعاع الابيض وهو بينكسر وبيتحلل الالوان. تعالى بقى هنا ايه نجيبه كده، والله جامد. شايفين هنا تحليل الضوء الابيض للسبع الوان الرئيسيه اللي عندك. وعندك بقى تولز تانية كتير بقى، تقدر تقيس سرعه الضوء، وتقدر بقى حاجات تانية عشان الناس اللي بتدرس انكسار وانعكاس الضوء. تقدر بقى عندك وسط الازاز ووسط الميه وعندك وسط الهواء، وفي اوساط ممكن انت تعمل لها الاندكس اوف ريفليكشن بتاعها، معامل الانكسار بتاعها بنفسك، عشان مثلا ممكن يجيب لك سؤال في الامتحان او سؤال وانت بتحل في الهوم ورك. عندك المدرسين كمان هيفيدهم جدا في الموضوع ده. تقدر انت تحط معامل انكسار الوسط حتى لو هو وسط خيالي، احنا مش عارفين معامل الانكسار بتاعه بالظبط، وتقدر تحط بيه وتشوف زوايا الانكسار وزوايا الانعكاس. موضوع بصراحه يا جماعه فوق الممتع. تعالوا بقى اوريكم الالوان واحنا بنجمعها وهي الار جي بي. بس خلينا نشوف السنجل بالب، حاجه مشهوره جدا خدناها في 5 ابتدائي و6 ابتدائي وموجوده كمان في 3 اعدادي، وهو الحائل. ده حائل عندي زي ما انت شايف كده، لو جيت دوست عليه ممكن اقدر لونه باي لون من الوان الطيف السبعه اللي عندي، من اول الاحمر لحد البنفسجي. الاحمر اقل طاقه، البنفسجي اعلى طاقه فيهم. فانا مثلا هختار حائل لونه اصفر مثلا، وابتدي ان انا انور.
ده لمبه بيضاء عاديه. فاللمبه البيضاء المفروض احنا عارفين هي مكونه من 7 الوان، فالحائل الاصفر مش هيعدي غير الحائل الاصفر ده، باعتبار اللون انتوا شايفينه ده اصفر، بس انتوا عارفين بقى في شويه تفضيلات صغيره. لكن لو خلينا بقى اللمبه اللي عندي تطلع لون معين، لو اللون الاصفر فهيعدي لون الاصفر، بس لو رحت للاخضر كده مثلا هتشوف ان في اختلاف في الالوان تماما، لان الحائل هيبتدي ان هو ياخد الجزء او التردد اللي هو اللي ليه علاقه باللون ده ويبتدي يعديه، فبيحصل تداخل ما بين الالوان يطلع لك لون تاني خالص اقدر تقريبا يعني. بس لو رحت بقى للون الازرق مش هتشوف اي حاجه، مفيش اي حاجه هتعدي من الناحيه الثانيه. لو رحت مثلا للون الاحمر مفيش اي حاجه هتعدي من الناحيه الثانيه، فانت رينج الالوان اللي حوالين الاصفر بس هو اللي هيعدي. انت عندك اخرك هنا اللي هيعدي عندي فين؟ بعد البرتقالي، وهنا وهو داخل بقى في النيلي والازرق مش هيعدي اي حاجه تانية. ودي فكره عند دراسه الحوائل وقد ايه ان الالوان الحائل لما بيكون بلون معين ما بيعديش غير الدرجات او الترددات او الطول الموجي القريب منه فقط، ما بيعديش اي الوان. خلينا نخش في المهم وهو الار جي بي. شكل البني ادم ده لذيذ، مش عارف مش شبه ليه، المفروض كان يعملوه شبه يا جماعه. فخلينا نجيب بني ادم من جوه ونشوف شكل المخ. ده عندنا ار جي بي، ده لون احمر اهو بيطلع فوتونات لونها حمراء. الضوء طبعا بيتصرف كموجه وبيتصرف كجسيم، بس مش موضوعنا دلوقتي، بس احنا حبينا نعمله بالشكل ده. عندنا ده اللون الاخضر، طبعا انا شايف اخضر، لو ازرق بس فانا هشوف ازرق بس. الفكره في اللي جاي دلوقتي، لو انا خليت ازرق واخضر يشتغلوا مع بعض انا هشوف هنا ايه؟ لون شبه النيلي. طب لو قللت من حده الازرق شويه هتشوف الموضوع بدا يروح للون الاخضر اكتر. طب نعلي الازرق تاني ونقلل الاخضر هنلاقي ان الموضوع بدا يقرب من الازرق اكتر. انت بتشوف تدخل الوان. طبعا 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 الحاجه اللي احنا عايزين نخليكم تتعلموها في الاخر ان انا اول ما ارفع اللون الاحمر على الاخر هنلاقي حصل تداخل ما بين اللون الاحمر واللون الاخضر واللون الازرق عشان يكونني اللون الابيض، والتلاتة ار جي بي هما الالوان الرئيسية للضوء الابيض، وهو الاحمر والاخضر والازرق. تعالوا بقى نشوف تجارب تانية عندنا في المعمل، وهي مثلا ازاي ممكن نبني دايرة كهربائية بنفسنا، ودي برضو حاجة ممتعة جدا وشايفها يعني من احسن الحاجات الموجودة هنا في المعمل. عندي مثلا دي لمبة انا عايز انورها، حاجة بسيطة جدا. فانا عشان هحتاج ان انا اعمل دايرة كهربائية مغلقة، فانا مثلا هجيب البطارية بتاعتي هنا احطها، وبعد كده هجيب ايه تاني، هحط سويتش هنا مع البطارية. نجيب السلك بتاعنا كده ونرفعه لفوق كده، ونجيب سلك تاني ونوصل، ونجيب سلك هنا برضو. حد هنا اللمبة مش شغالة، لو جيت وصلت اللمبة برضو مش شغالة. ليه؟ عشان عندي سويتش لازم اشغل. فدي دايرة كهربائية بسيطة جدا جدا جدا. هنعمل شوية تعديل، هنيجي في الحتة دي وهندوس علامة المقص، هيبتدي ان هو يقطع لي الدايرة، فاحنا نفتحها فمش هتشتغل. هحط هنا ايه بقى؟ مقاومة. طبعا كلنا عارفين العلاقة ما بين المقاومة وشدة التيار، ان احنا اول ما هنحط مقاومة اكيد شدة التيار هتقل، لان عندنا فرق الجهد هنا ثابت، فالفي بتساوي الاي في ار. زي ما انتم شايفين هنا كده اول ما قللت المقاومة عندي لصفر اوم هنلاقي ان اللمبة شغالة بقوتها الطبيعية جدا والتيار ماشي عادي جدا. لكن اول ما هتيجي تعلي المقاومة هتلاقي ان قوة اللمبة عندك بتقل جدا، لان شدة التيار عندي قلت، وكل ما هتعلي المقاومة اللمبه هتطفي معاك في الاخر. مش بس كده، ده انت ممكن تشوف القيم بتاعت الحاجه دي. يعني انت دلوقتي المقاومه عندك دي 120 اوم، تعالى ننزلها هنا ل 4 اوم. وطبعا مقاومه اللمبه عندك هنا 10 اوم، ومقاومه السلك احنا حاسبينها ان هي تكون ب 0 اوم عشان نسهل الموضوع. يبقى انت عندك المقاومه كلها كام؟ 14 اوم، وعندك هنا 9 فولت. عايزين بقى نقيس شده التيار الكرنت، نحطه هنا في السلك هيطلعه لك بالظبط. لو جيت حطيته في المعدل هتلاقيه موجود. وعندك برده جهاز الفولتميتر، طبعا لو جيت حطيت ده هنا كده وحطيت ده هنا كده هيطلع لك 9 فولت. طبعا في اي جزء في الدايره هتلاقيه 9 فولت، لان عندنا فرق الجهد ثابت في الدايرة كلها. دي اعتقد هتبقى مفيدة جدا بالنسبة لكم، ان انت ممكن بقى تبتدي تحط انت فرق الجهد بمزاجك، تبتدي تحط مقاومة بمزاجك. طبعا احنا عاملين لكم السلوك المقاومات بتاعتها بصفر عشان الموضوع يكون بسيط بالنسبة لكم. يعني اتمنى ان يكون ده يعني مفيد ليكم. عندك بقى هنا تقدر تبني جزيء بنفسك، دي برضو حاجة حلوة قوي، هوديكم نبذة سريعة عنها. يعني مثلا لو جيت عندي هنا حطيت هنا بروتون، طبعا انا عايز ابين اذا كانت الذرة عندي ستيبل ولا لا. طبعا زي ما انتم عارفين الذرة الوحيدة اللي فيها بروتون واحد من غير نيترون هو ذره الهيدروجين، بس طبعا هيكتب لك هنا ان هي بوزيتيف، فانت لازم تحط لها الكترون في المدار بتاعها. طبعا ده المدار الاول وده المدار الثاني، لو جيت حطيت الالكترون في المدار الثاني هينفع؟ لا، اوتوماتيك هيبتدي يحط الالكترون في المدار الاول، فيقول لك كده خلاص انا عندي الذره والله بتاعي الجزء بتاعتي كده الذره بتاعتي تمام، مفيش جزيئات هنا، احنا كلها شغالين على ذرات. طبعا عايزين نشوف الماس نمبر بتاعنا واحد بتاع الهيدروجين زي ما احنا عارفين. طب لو جينا مثلا هزود استر بقى ايه بروتونات، ادي 1 2 3 4 5 6، هتلاقي هنا انستيبل، لا ما ينفعش النواه بتاعتي كده غلط، فانا لازم احط لها نيترونات. ادي 1 2 3 4 5
6 كده بقت ستيبل. طبعا بوزيتيف لان في عندك الكترون واحد بس اللي موجود تحت، فاحنا هي بوزيتيف كام؟ احنا عايزين نشوف التشارج بتاعتنا، نشوفها دلوقتي اهو بوزيتيف 5. ده ما ينفعش طبعا، ادي المدار الاول ابتدى ان هو يكتمل. طب لو جيت حطيت الكترون تالت في المدار الاول مش هينفع، هيطلعك في المدار التاني، وتبتدي تحط الالكترونز بتاعتك كده بالظبط لحد ما نبقى نيوترال اتوم او الذره بتاعتنا تكون متعادله. وده طبعا شكل الكلاود بتاعنا، وهنا عندنا الاوربتس. دي كده كانت نبذه سريعه عن المعمل بتاعنا ده يا جماعه. نواه احنا ان شاء الله هدفنا ان احنا نحط، يعني مش هقول لكم 100 تجربه، حط كل التجارب اللي هتقابلك في المنهج من رابعه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي. طبعا عدد مهول من التجارب والانشطه دي، فكره موجوده عندنا بقالها سنين، هتشوف اللينك بتاعها في الوصف. ويا رب تكونوا اتبسطتوا بفكره التجارب اللي احنا عاملينها اونلاين، لان احنا حبينا ان احنا نبتدي احسن مليون مره من احنا بقى نقعد سنه او سنتين كمان لحد ما نعمل لكم المكتبه كامله وجاهزه. لا، حبينا نعمل النواه، حبينا ننشر فكره ما بين الناس، لان ان شاء الله الفتره الجايه يعني في خلال الشهور اللي جايه التجارب دي هتبقى كمان متعربه من جوه، التجارب دي هتكون اكتر، هتتحدث يعني على مدار قولوا السنين اللي جايه. انا ما اعرفش، بس انا حابب الست تجارب اللي انتم شايفينهم دول، واكيد انتم هتتابعوا معايا الموضوع ده الفتره اللي جايه، يبقوا مثلا 100 تجربه 1000 تجربه كلها تجارب في المنهج باللغه العربيه باللغه الانجليزيه، عشان الناس كلها تستفاد، المدرسين ذات نفسهم يقدروا يشرحوا للطلبه بطريقه عمليه في الفصول. اتمنى ان نواه الفكره دي تبقى طالعه من عندنا، والنواه ان احنا يكون في معمل اونلاين موجود في المدارس كلها، يكون فكره مفيده للناس، فكره تحبب الطلبه اكتر في العلوم، وده كله حوالين رسالتنا اللي احنا بنهدف ليها. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. طبعا شكرا لكل حاجه احنا عملناها مع بعض السنه اللي فاتت، كانت سنه مليانه بتجارب كتير جدا، ويعني وقفنا شويه صغيرين، بس ده بيبقى مهم جدا علشان نقدر ان احنا نطور من نفسنا. يا رب تكون الفكره دي برضو عجبتكم، وحبينا ان احنا نختم بيها السنه عشان نقدر ان احنا نشكركم بيها ونشكر دعمكم المتواصل لينا. انا هقول لكم دلوقتي خبر ممكن برضو ايه مش احسن حاجه، بس احنا هنقف في الفيديوهات الكبيره، الفيديوهات الصغيره هنبتدي ان احنا ننزل على مدار الاسابيع اللي جايه عادي، يعني هننزل مثلا حوالي فيديوهين او ثلاثه في الاسبوع بالكتير، بس هنتوقف شويه عن الفيديوهات الكبيره لان احنا حابين نعلى بالانتاج بتاعنا. عندنا شويه افكار مجنونه، شفت قلت افكار يعني حتى ما قلتش افكار. مستني رايكم في الكومنتات. يوم الجمعه الساعه 6 ما تنسوهوش، هو هيفضل موجود، بس الفيديوهات الكبيره هتتاخر شويه لان احنا محتاجين تخطيط اكتر، لان احنا عايزين دايما نعرف الناس ان مفيش امتع من العلوم. شكرا، اشوفكم بعدين.